وبين قوسين يعني اريد ان اذكر ونحن صغار في الستينات من القرن الماضي كان اباؤنا واجدادنا يقولون ان القدس ان فلسطين ستتحرر بقوات قادمة من الشرق وان قائد هذه القوات سيكون اسمه احمد وان هذا الاحمد مولود او منطلق من قرية اسمها امرصاص. عندما جئنا الى العراق عرفنا ان هناك امرصاصين مش امرصاص واحدة هي جزيرة في البصرة وقرية في سامراء وعندما كنا نقول كيف عرفتم او من ماذا هذا جاء كانوا يقولوا ان هذا مكتوب في جفر سيدنا علي عليه الصلاة والسلام.